اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وشهد ميران المنتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمى وتقسيمه، وده كان تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب. المنتخب الجيبوتي اتعادل مع منتخب اثيوبيا بنتيجه 1-1 في مباراه لجمعتهم بالمغرب في الجوله الرابعه من منافسات المجموعه الاولى اللي بتضم منتخب مصر في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2026. نادي الزمالك استأنف تدريباته، وده بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها اللعيبة ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامج بدني خاص للاعبين على هامش الميران، وده كان استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة. وقد مخطط الأحمال فقرة بدنية خاصة رفع فيها الحمل البدني بشكل تدريجي. النادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش ده استعدادا للمواجهات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز واللي هتبدأ بمباراة فاركو يوم الجمعة الجاية. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق التدريبات للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة. وخد اللاعبون اللي شاركوا في مباراة النجوم تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي. مجلس إدارة النادي الأهلي كرم لاعبي الفريق الأول لكرة الماء وجهازهم الفني والإداري والطبي على البطولات اللي حققوها في الموسم الأخير، وهي الفوز بثلاثية الدوري والكأس وبطولة كأس مصر لكرة الماء الشاطئية. البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الإسكواش توج ببطولة بريطانيا مفتوحة الإسكواش بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وفاز مصطفى عسل على مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً في المباراة النهائية بنتيجة 3-2. توجت نوران جوهر المصنفة الثنائية عالمية لسيدات الإسكواش ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، واللي استضافتها مدينة برمنغهام في الفترة ما بين 2 إلى 9 يونيو الجاري. وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وحامل لقب البطولة بنتيجة 3-2. منتخب مصر لسيدات سلاح الشيش في منافسات الفرق توج بالميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا للسلاح اللي بتصادفها المغرب، وأحرز منتخب مصر الذهبية بعد فوزه على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 45-25. المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة حقق الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للسلاح الكبار المقامة حالياً في المغرب، وتوج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية بعد الفوز على منتخب المغرب بالميدالية الذهبية بنتيجة 42-41. معسكر منتخب البرتغال اللي بيقام حالياً استعداداً للمشاركة في كأس أمم أوروبا يورو 2024 استضاف مجموعة من الأطفال اللي شاركوا في التدريبات مع نجوم برازيل أوروبا وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي. وخلال زيارتهم للمعسكر تحول كريستيانو رونالدو إلى حارس مرمى لينشر السعادة بين الأطفال، وكمان نشر رونالدو صورا مع الأطفال على حسابه الرسمي بموقع إكس وكتب يوم خاص بالنسبة لهم. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.